أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: مواطن من إب يحتل الرقم 122 بين ضحايا معتقلات ميليشيا الحوثي. من ناشونال جيوغرافيك: مجلة دولية تقول أكثر ما يواجه المتعلمين في اليمن صعوبة العثور على وظيفة. وفي جولتنا الرياضية: ناد ألماني يعاقب لاعبيه بغسل الصحون بدل الغرامات المالية. أهلا بكم. احتل المواطن جابر صلاح الرقم 122 بين المختطفين الذين قضوا في سجون ميليشيا الحوثي، غالبيتهم قتلوا تحت التعذيب، وعنون موقع المصدر أونلاين. ميليشيات الحوثي تعدم شابا في أحد سجونها بمدينة رداع بعد شهر من اختطافه. وفي تصريح للمصدر أونلاين قال عن أحد أقارب المختطف القتيل جابر يحيى صلاح ذو 27 عاما وينتمي إلى مديرية الرضمة بمحافظة إب أن الحوثيين أبلغوهم مساء أول أيام عيد الأضحى بمقتل قريبهم المختطف منذ شهر في أحد سجون مدينة رداع، وأكد أن الحوثيين أقدموا على تصفية قريبه بالرصاص واتهموه بمحاولة الفرار من السجن، مشيرا إلى أن تصفية جابر جاءت بعد شهر واحد من اختطافه من إحدى نقاط ميليشيا الحوثي في نقطة أبو هاشم الشهيرة في رداع، حينما كان متوجها إلى محافظة مارب التي يعمل فيها. وبالرغم من مرور 4 أيام على إبلاغ عائلته بمقتله، فإن ميليشية الحوثي تمتنع عن تسليم جثمان أو الجثمان لذوي الضحية، ولا تزال تعطيهم وعودا بتسليمها دون فائدة. وتعتقل ميليشيا الحوثي مئات المسافرين في نقاط نصبتها على طول الخط الرابط بين محافظتي ذمار ومارب مرورا بمحافظة البيضاء، حيث يستقبل سجن قلعة رداع عشرات المختطفين يوميا، وهو السجن الذي تم إعدام جابر صلاح فيه. جمال حسن يكتب مقالا عن معاناة اليمنيين المجبرين على مغادرة المملكة العربية السعودية والأثر الذي يتركونه خلفهم مع بقية العاملين هناك، وأضاف في جزء من مقال تنشره بالقيس: تمارس السلطات السعودية إجراءات مجحفة بحق العمالة الأجنبية، ويشكل اليمنيون نسبة كبيرة، لكنها ليست الأكبر مقارنة بالبنجال والباكستانيين والهنود. أحد العائدين اليمنيين أخبرني أن المواطنين السعوديين يقولون إن ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان ربما يصعد بهم إلى الأمام أو سيتسبب في تدميرهم. إنه تعبير أيضا عن عدم اطمئنان، فالسوق الداخلية تعاني من خمول غير مسبوق، وهذا الخمول في الحركة الاقتصادية قد تكون أحد أسبابه الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن. لكن الإشكالية الأولى تتعلق بالإجراءات التي اتخذها محمد بن سلمان وعاقب بها العمالة الأجنبية، إضافة إلى تجميده النشاط الاقتصادي بكبح عملية الإنفاق التي تقوم بها الدولة. هناك شكاوى من الضرائب التي تفرضها الرياض على السلع، إضافة إلى تحرير الدعم على كثير من المنتجات. لكن الآفة الأكبر تتعلق بتجميد عملية الإنفاق الحكومي، فكثير من الشركات التي نفذت مشاريع للحكومة لم تتسلم مستحقاتها. أحد الذين تحصلوا على عقود من الباطن مع شركة سعودية قاولت مشروعا حكوميا يقول إن الشركة فاوضته على استقطاع أكثر من ثلثي مستحقاته، وبذريعة أن الحكومة لم تسلمهم. مع هذا هناك لغط حول وجود مقربين من ولي العهد يحظون بامتيازات في المقاولات، أو ما يمكن أن نسميه إعادة تدوير رأس المال في السعودية وإعادة تدويره في فلك الأمير الشاب. لا يقتصر الأمر على ذلك، فالعقارات انخفضت، إضافة إلى أن كثيرا من المحلات التجارية معروضة للبيع. من الطبيعي أن تتسبب مغادرة العمالة بهذا الكساد. قبل أيام أقدمت ميليشيات الحوثي على إحراق قسم الأرشيف في مبنى وزارة الأوقاف بصنعاء رغبة منها في طمس الحقائق ولمواجهة ذلك وفقا للصحوانت. الأوقاف تصدر قرارا ببطلان التصرف بأراضي وعقارات الوزارة من قبل ميليشيا الحوثي. قال الموقع إن الوزارة أقرت بطلان التصرف بأراضي وعقارات الأوقاف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، وجاء القرار بناء على توجيه الحكومة بإلغاء كل ما تم التصرف به
والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف سواء بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد. وحملت الأوقاف ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية سلامة وثائق الأوقاف كاملة، وأكدت الوزارة على بطلان جميع التصرفات التي تصدرها ميليشيا الحوثي والعاملون تحت سلطتها في أراضي الأوقاف وعقاراته، سواء أكانت تصرفات ناقلة للملكية أو مقتصرة على منفعة من منافعها، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك العقود. يتلقى محمد الحسامي المساعدة من سكان قريته الواقعة في محافظة المحويت بغرب اليمن ليسدد تكاليف علاج والدته من السرطان في مركز طبي بمدينة الحديدة القريبة. قال الحسامي بينما كان أحد الأطباء يعتني بوالدته أنزلها إلى الحديدة: ليس لدينا حق مواصلات ولا رواتب ولا أعمال، ساعدوني أهل القرية بحق العلاج. ويضيف التقرير الذي نشره موقع مسند للأنباء نقلا عن رويترز: ملايين اليمنيين معرضون لخطر الجوع والإصابة بالكوليرا بسبب الحرب المستعرة منذ 3 سنوات، ونالت الحرب بشدة من مرضى السرطان الذين يعانون لتلقي العلاج في بلد انهار اقتصاده وبنيته التحتية. قالت منظمة الصحة العالمية حوالي 35 ألف شخص مصابون بالسرطان في اليمن، ويتم تشخيص حوالي 11 ألف حالة جديدة كل عام. قال محمد العماد الذي يرافق أحد أقاربه للعلاج في العاصمة صنعاء أنه من الصعب العثور على أدوية السرطان، مضيفا أنه حتى إذا توفرت في السوق فإنها تكون غالية للغاية. وقال ياسر عبد الله نور رئيس وحدة الأمل لعلاج الأورام السرطانية في الحديدة إن الوحدة التابعة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تعاني لتوفير الرعاية لأكثر من 5300 مريض في الحديدة وتواجه خطر الإغلاق مع غياب الدعم الحكومي. لا تؤدي مراحل الانتقال الديمقراطي بغض النظر عن حجمها بالضرورة إلى الديمقراطية، فهي قد تؤدي إلى تعزيز التسلطية. هكذا بدأ الجزائري عبد النور بن عنتر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: قادت كل المراحل الانتقالية سواء الأولى نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات أو التي تلت أو أوحت بذلك الربيع العربي إلى النتيجة نفسها تعزيز التسلطية وبشكل مثير للانتباه، كما هو الحال في مصر والجزائر والمغرب وإن كانت بمستويات مختلفة. وحتى الدولة التسلطية التي لم يسبق أن عرفت الانتقال على الإطلاق تتعزز فيها التسلطية ويزداد فيها القمع، كما هو حال السعودية. أما الدول العربية التي شهدت انتفاضات ديمقراطية في إطار أحداث الربيع العربي فقد تفرقت مساراتها واختلفت، فإذا كانت تونس صاحبة المبادرة والسباقة في الانتفاضة خرجت بعض الشيء سالمة من مخالب تعزيز التسلطية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للدول الأخرى، وتحولت ليبيا وسوريا واليمن أشلاء ممزقة، فعلى عكس سوريا التي فلتت من القبضة العربية المحلية فإن اليمن يقبع تحت رحمة التدخل العربي. ويبدو أنه ذهب أيضا ضحية مقايضات، غطاء عربي بل ودعم لمواقف القوى الغربية في سوريا في مواجهة الموقفين الروسي والإيراني في مقابل إطلاق يد الدولة العربية المتدخلة في اليمن بدعوى احتواء النفوذ الإيراني. والدليل على هذه المقايضة هو المفارقة بين التنديد الغربي بمجازر نظام الأسد والسكوت عن مجازر التحالف العربي المتدخل في اليمن والتي ترتكب بأسلحة غربية. في الوقت الذي تتعزز فيه التسلطية تزداد وتيرة الحراك في البلدان العربية ولو بشكل متقطع، ويتحول الاحتجاج الاجتماعي إلى نمط للاحتجاج على السلطة في ظل الانسداد السياسي وغلق كل قنوات التعبير من طرف الأنظمة الجاثمة على صدور المواطنين العرب. يمكن القول إن الدولة العربية المعاصرة تتأرجح بين نماذج فرعية للتسلطية لا تختلف في طبيعتها، وإنما في درجة تعزيزها وقدراتها على ذلك بتواطؤ خارجي. دفعت شبكة الكهرباء ثمنا باهظا من الاعتداء على خطوط نقل الطاقة، ووثقت ذاكرة اليمنيين تلك الاعتداءات وظلوا ينظرون إليها كعنوان لسقوط الدولة بكل مكوناتها. وحاليا وفقا لموقع عدن الغد تعود هذه الاعتداءات إلى العاصمة المؤقتة، تأكيد مصور على أن كهرباء عدن تعرضت لعمل تخريبي. قال الموقع: أكد مسؤولون بمؤسسة كهرباء عدن أن محطات الكهرباء في المدينة تعرضت فجر يوم الخميس لعمل تخريبي أخرج المحطات عن العمل أكثر من 10 ساعات، وزودت المؤسسة صحيفة
عدن الغد بتسجيل مرئي يظهر المكان الذي وقعت فيه الضربة وهي خطوط نقل الطاقة شمال عدن. وأشار المسؤول إلى أن رمي خبطة تسبب بحدوث ارتداد قوي للتيار تسبب بخروج جميع المحطات عن العمل. إلى موقع عدن لانج والذي عنون في صفحته الرئيسية: الميليشيا الحوثية تمنع المنظمة الأممية من أداء مهامها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ذكرت مصادر محلية يمنية أن الميليشيا الحوثية رفضت تحرك المنظمات الأممية وغير الحكومية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وخاصة بمحافظة الحديدة. وبحسب المصادر المحلية فإن ميليشيا الحوثي تعمدت منع دخول الطواقم الطبية لمنطقة الدريهمي واتخاذ المواطنين كدروع بشرية بمنعهم لأي أسباب بالتحرك من قراهم. وذكرت مصادر حقوقية بمنطقة الدريهمي أنها تتابع منع الميليشيا الحوثية لدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة الدريهمي بعد حصول العاملين على التصاريح اللازمة لدخول كوادر لجنة الصليب الأحمر. وقامت الميليشيا الحوثية الانقلابية بمنعهم من الدخول وتهديد سلامتهم. بعد فاصل قصير سنعود لمتابعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تكتب ليز دويست كبيرة مراسلي الشؤون الدولية في البي بي سي تقريرا بعنوان إنهاء حرب اليمن التي تأبى الانتهاء، وتفتتح التقرير بما يردده مارتن جريفيث المبعوث الخاص إلى اليمن: بعض الناس يقولون أننا في عجلة من أمرنا، أنا أقر بالذنب في هذه التهمة، لقد عانى شعب اليمن بما يكفي، لقد حان الوقت. وأرسل مارتن جريفيث دعوة رسمية للأطراف المتحاربة في اليمن لحضور جولة جديدة من المحادثات في جنيف مقرر عقدها في 6 سبتمبر. ستكون تلك المحادثات هي الأولى خلال عامين، وذلك بعد فشل جولتين سابقتين. يقول جريفيث: أنا بقول جيد أن الحكومة اليمنية راغبة في المشاركة بالمحادثات وقيادة جماعة أنصار لا كذلك، مستخدما الاسم الرسمي لجماعة المتمردين التي تسيطر على العاصمة صنعاء. يقول تقرير البي بي سي: جرت هذه الحرب المستعيرة بالوكالة أفقر دولة بالمنطقة إلى حافة الانهيار. يقول مسؤول عربي في التحالف: نعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الضغط العسكري على الحوثيين، مشيرا إلى أن النصر في الحديدة سيغير قواعد اللعبة وسيجلب نهاية سريعة للحرب الدائرة في اليمن. يقول مصدر دبلوماسي أنه في يونيو الماضي حينما بدأ أول هجوم على الحديدة، اتصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حينذاك بدبلوماسيين إماراتيين لحثهم على منح السيد جريفيث مزيدا من الوقت لكي يتوصل إلى حل تفاوضي. وأفاد التقارير بأن جونسون حذر من ستالينغراد أخرى في إشارة إلى الصورة الصادمة للدمار خلال الحرب العالمية الثانية. وعن موقف واشنطن ولندن إزاء مهمة السيد جريفيث، يقول خبير غربي في الشأن اليمني: هناك انطباع قوي بأنهم يؤيدون الرجل لكن ليس الخطة. يقولون نحن نرغب تماما في أن يحقق مارتن السلام، لكن إذا كانت خطته تضايق شركاءنا فلن ندعمها. لا يوجد سياح أجانب في اليمن، لكن عددا قليلا من الزوار المحليين فقط يأتون من صنعاء في بعض الأحيان لكي يستمتعوا بهواء الجبال في وادي ظهر، المنطقة التي تقع على طول مجرى النهر المجفف في الوادي. وتعيد مجلة ناشونال جيوغرافيك سبب ذلك إلى ما حدث في 2015، حيث استولى الحوثيون وهم مجموعة سياسية دينية محلية على جزء كبير من البلاد، زاعمين أنهم سيستأصلون الفساد ويجلبون ثورة شعبية جديدة بعد فشل فترة انتقالية عقب الربيع العربي. تضيف المجلة في تقرير خاص: فر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الجنوب أولا، ومن ثم إلى السعودية، تاركا غضبا من التحالف العربي والغرب الذي قصف البنية التحتية لليمن والمرافق الصحية والشركات وبيوت المدنيين والمواقع العسكرية بالقصف الجوي دون رحمة. تتابع المجلة في تقريرها الذي ترجمه الموقع بوست المعنون: هكذا أصبحت حالة اليمنيين، تسبب الصراع والأزمة الاقتصادية المصاحبة له بضرر في موارد اليمن، بالإضافة إلى العلاقات العائلية ولا سيما علاقات الأبناء والآباء
الأباء الذين يستطيعون بسهولة أن ينقذوا عائلاتهم يعانون الآن، وأولادهم يتوقون إلى تحمل المزيد من المسؤولية. تنتقل المجلة للحديث عن عدن، حيث خفت حدة الصراع لكن الأزمة الاقتصادية ما زالت باقية. يجد الرجال المتعلمون صعوبة في العثور على وظيفة، وغالبا ما يكون أولئك الذين يحصلون على أجر هم عمال باليومية، لأن الحكومة والشركات الخاصة ما زالت تكافح. حاولت مؤسسات علمية حديثة ومراكز أبحاث أن تحصي ولو نسبيا العدد التقريبي لضحايا الحروب في التاريخ، ظنا من القائمين عليها أن عشرات القرون يمكن إخضاعها لما توصلت إليه البشرية من استخراج الحقائق. هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا: العالم الآن رغم كل ما توفر له من تكنولوجيا قد لا يستطيع تقديم رقم دقيق عن حرب محدودة، وهناك على ما يبدو خطأ في المفهوم ذاته، لأن الحروب ليست محددة بين أقواس. وما يراه ويل دويرانت أن التاريخ برمته كان ولا يزال حربا طويلة، وإذا تصور الناس أن هناك لحظات سلمية فذلك على سبيل الإسقاط النفسي، لأن الهدنة هي استراحة محارب يعيد فيها مراجعة حساباته ويشحد أسلحته ويحاول أن يتدارك ما وقع فيه من أخطاء. حتى الرواية الشهيرة الحرب والسلام لتولستوي لا تقيم فاصلا في التاريخ، بحيث يكون التناوب بين زمن كله حرب وزمن كله سلام، وهو ما ينطبق أيضا على عالم الحيوان. فالغابة ساحة حرب لا تهدأ على مدار اللحظة، وكذلك أعماق البحار التي تبدو سطوحها أحيانا مغطاة بغلالات زرقاء لا تعكس ما يحدث في الأعماق من حروب ضارية ومقابر تعج بالكائنات المتصارعة في الأعماق. ما من حاسوب في هذا الكون يستطيع إحصاء ما فقدت البشرية في الحروب وأسبابها، ولا يلوح في الآفاق ما يوحي أن الثقافات التي أغرقت العالم في دمائه وقد تأزف ذات يوم لحظة فراقها. فالتاريخ مشحون منذ دراما هابيل وقابيل بنزعة النصر والهزيمة، وهما لا يكتملان إلا إذا كان الموت هو معيار همه الحاسم. وهذا ما عبر عنه ستلاين ذات يوم بقوله: الانتصارات ستبقى ناقصة لأن المنتصرين يموتون أيضا. رياضيا، أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم أنه يدرس تغليظ العقوبات وفرض عقوبات غير تقليدية على لاعبيه في حالة ارتكاب مخالفات، وقد يتضمن ذلك إلزام اللاعبين بغسيل الصحون بعد الوجبات الجماعية. وعنونت القدس العربي: نادي ألماني يعاقب لاعبيه بغسل الصحون بدل الغرامات المالية. قال بورنو لابايا لاباديا المدير الفني للفريق في تصريحات لصحيفة سبورت فيلد الأسبوعية إن النادي يدرس عقوبات تتجاوز الغرامات المالية التقليدية. قال: أحيانا يكون الأمر أكثر فعالية إلزام اللاعبين بغسيل الصحون أو التنظيف بعد الوجبات، أو إلزامهم بمشاركة العامل المكلف بتوزيع أدوات التدريب قبل الجلسات التدريبية، فهي أمور غير ممتعة. ذكر المدرب أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عملوا على وضع معايير سلوكية خلال الأسابيع الماضية، وتتضمن قيود التعامل باحترام وكذلك استخدام الهواتف المحمولة وغيرها. الأحداث في صور كما تظهرها عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، ويبدو فيها الأمل بحياة أفضل رغم المعوقات. نتابع. بدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهة نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعه في فقرة الكاريكاتير.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.